بين الحياة العلمية والنظرية لطالب الجامعي والحياة العملية أميال كبيرة لن يقطعها إلا بتكوين ذاته وبناء شخصيته القائمة على تحصيله للخبرات استعدادا للانخراط في محيطه العملي. شركة بالت الخير نموذج قادر على استقطاب الطلبة وتحديدا قسم العلاقات العامة من خلال شراكتها المستمرة مع كلية الإعلام في جامعة النجاح لصقل مهارات طلبتها وتحضيرهم لسوق العمل. ركزنا على أهمية العلاقات العامة في الشركات وشو ممكن للعلاقات العامة انها تعمل، كيف الكلمات اللي بتستخدمها العلاقات العامة في الحملات لها اثر، كيف استخدموا الكلمة صح ووظفوها في المكان الصح، لانه الكلمة هي زي الشخص، اذا انت وظفت الشخص المناسب في المكان المناسب راح يبدع، وهيك هي الكلمات. كلية الاقتصاد والعلوم المجتمعية في النجاح تسعى دائما لوضع الطالب على اولى درجات الحياة العملية من خلال توجيههم الى الشركات والمؤسسات التي تشكل علامة فارقة في شخصيتهم وخبراتهم. كانت ورشة رائعة جدا، مفيدة جدا للطلاب، دمجنا فيها الجانب النظري مع الجانب العلمي والعملي والخبرة التطبيقية اللي موجودة من شركة الصالة الفلسطينية. شركة الصالة الفلسطينية تعمل على تدريب كثير من طلبتنا، والحمد لله عندنا سكسس ستوريز، قصص نجاح رائعة جدا. اليوم كمية الطلاب اللي تدربوا خلال السنة الأخيرة بموضوع العلاقات العامة وأقسام تانية يزيد عن 80، اليوم أكثر من 80% منهم اليوم بمراكز قيادية في موضوع العلاقات العامة في كثير من الشركات. اجتياز المرحلة الجامعية بنجاح تحتاج لإدارة فعالة من الطالب نفسه قبل تدخل الآخرين ليستطيع تجاوز كل الصعوبات، وطلبة جامعة النجاح وجدوا من هذه الورشات المشابهة سلما يرشدهم على الطريق. احنا بالمحاضرات الجامعية وهيك أخذنا كيف نكتب فنون كتابة، بس اليوم أنا عرفت الفرق، كيف الفرق بين فن الكتابة بالمحاضرات الأخبار أو بالحياة العملية. فاليوم حكوا لنا كتير شغلات عن أسرار الكتابة في حياة العمل والخبرة العملية، وكتير استفدنا منها. اللي استفدت منه إنه مش ضروري يكون عندك خبرة كبيرة، أو أنت اللي بتحدد شو أنت بدك تكون بهذا المجتمع، أنت كيف بتحدد شو ممكن تستفيد منها خلال المجتمع، إنه الطريق مفتوح قدامك كشخص علاقات عامة، ولازم تكون واثق حالك أكثر، شو قدراتك، أنت راح تتحكم بالعالم سواء كانت ثقتك نفسك أو كعلاقات عامة. استفدت هاي الورشة إنه أنا ربطت بين الجانب النظري والعملي، عشان أقدر أبدع بشغلي لازم إنه أعمل إشي بإيدي. التدريب العملي يمكن الطالب الجامعي من ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي من خلال تعرفه على مناخ بيئة العمل، ما يضعه في محك اختبار حقيقي لقدراته والكشف عن مواطن القوة والضعف لديه. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.